عند سفح جبل شاهق تقع بلدة الصفصاف الهادئة. كانت الحياة بسيطة سلمية ومتنبأ بها. سكانها يعرفون بعضهم البعض بالاسم، يتشاركون الضحك والقصص وتغيرات الفصول. كان الجبل يراقبهم كحارس صامت على وجودهم السلمي. كان إحساس بالأمان يغطي بلدة الصفصاف. كانوا غافلين عن الظلام الذي يكمن وراء إدراكهم. في إحدى الأمسيات عندما غربت الشمس تحت الأفق، حلت برودة على البلدة. أصبح الهواء كثيفاً بهدوء غير طبيعي. توقفت الطيور عن غنائها وساد صمت مقلق. شعر سكان البلدة الذين اعتادوا على إيقاعات الطبيعة المتوقعة بوخز من القلق. كان هناك خطأ ما، تحول طفيف في الجو أرسل الرعشة في أشواكهم. أزداد القلق مع حلول الليل، حيث بدأت المدينة تغرق في ظلامها المعتاد. انتشرت همسات وجود مقلق في جميع أنحاء المدينة، همسات لم يكن لها مصدر واضح. زعم الأطفال الأكثر حساسية تجاه ما هو غير مرئي أنهم رأوا ظلالاً تتحرك على حافة رؤيتهم، مما زاد من خوفهم. رفض آباؤهم الأمر على أنه خيال أطفال، لكن بذرة الشك قد زرعت في قلوبهم، مما جعلهم يتساءلون عن حقيقة ما يحدث. الظلام المألوف أصبح ينبض بطاقة غير مرئية، وكأن هناك شيئاً غريباً يتحرك في الهواء. مع تعمق الظلام بدأ ضباب غريب يرتفع من قاعدة الجبل ويلتف ببطء حول المدينة، مما زاد من رهبة المكان. كان ضباباً غير طبيعي، كثيفاً وثقيلاً، يحمل معه رائحة ترابية نفاذة، وكأنه ينبعث من أعماق الأرض. كان يلتصق بكل شيء يلمسه ويخنق روائح المدينة المألوفة ويجعل كل شيء يبدو غريباً ومخيفاً. تراجع سكان البلدة وتحول قلقهم إلى خوف إلى منازلهم، وأغلقوا أبوابهم ونوافذهم ضد الظلام المتسلل، وكأنهم يحاولون الهروب من شيء غير مرئي. ثم ظهر شخصية طويلة وهيكلية ملفوفة بالضباب الدوامي. كانت عيناه تتوهجان باللون الأحمر الغريب في الظلام وتحترقان بذكاء قديم وخبيث. لقد كان مخلوقاً من الكابوس، كائناً من الظلام الخالص معطاً شكلاً. نظر سكان البلدة من نوافذهم، شهقوا برعب عند رؤية الظهور. تكلم المخلوق، صوته خشن بدا وكأنه يخدش حواف عقولهم. تحدث عن الجبل، عن عدم الاحترام الذي تحمله، عن التوازن المضطرب. تحدث عن حساب قادم، كارثة من شأنها أن تهز أسس عالمهم ذاتها. استمع سكان البلدة وقلوبهم تدق في صدورهم، والخوف يعتصرهم مثل الرذيلة. البعض تجاهل كلام المخلوق على أنه هذيان رجل مجنون. آخرون اهتزت إيمانهم، بحثوا عن العزاء في الصلاة. لكن أصيب معظمهم بالشلل بسبب الخوف، غير قادرين على استيعاب حجم التهديد. تشبثوا بالأمل في أن يكون الأمر مجرد كابوس، وهم من نسج خيالهم الجماعي. اختفى المخلوق بعد إيصال رسالته في الضباب بالسرعة التي ظهر بها. بقي الضباب لفترة من الوقت كتذكير خانق بالهلاك الوشيك قبل أن يتبدد ببطء مع ضوء الفجر الأول. أشرقت الشمس تلقي دفئها المألوف على المدينة، لكن إحساس الحياة الطبيعية اختفى وحل محله رعب باق. القسم الخامس، هدير الجبل. تحولت الأيام إلى أسابيع وبدأت ذكرى الظهور تتلاشى. حاول سكان البلدة استئناف حياتهم الطبيعية، لكن الخوف بقي تيار داكن تحت روتينهم اليومي. ثم اهتز الجبل. بدأ الأمر بمهارة، اهتزاز هز النوافذ وهز الأرض من تحت أقدامهم. ازدادت الهزات في شدتها وأصبحت أكثر تواتراً وأكثر عنفاً. راقب سكان البلدة بخوف ظهور الشقوق على جانب الجبل، مثل الندوب المتعرجة عبر وجهه الذي كان هادئاً في يوم من الأيام. تصاعدت سحابة من الدخان من قمته نذيراً بالدمار القادم. تردد صدى تحذير المخلوق في أذهانهم كتذكير مرعب بهلاكهم الوشيك. القسم السادس، الذعر في الشوارع. اندلع الذعر في شوارع بلدة الصفصاف. أدرك سكان البلدة بعد تحطيم إنكارهم الأولي أخيراً خطورة موقفهم.
لقد تجاهلوا التحذير وصرفوه على أنه جنون، والآن يدفعون الثمن. كان الجبل يستيقظ وسينطلق غضبه عليهم. جمعت العائلات ما تستطيع حمله من ممتلكات قليلة وفرت من منازلهم باحثة عن الأمان في التلال المحيطة. أمسكت الأمهات أطفالهن بإحكام، وجوههن منحوتة بالخوف. ساعدت الأجيال الشابة كبار السن الذين تكسو وجوههم التجاعيد بسبب القلق. أصبحت المدينة التي كانت هادئة في يوم من الأيام سين من الفوضى والسخط. في سخطهم لجأوا إلى قادتهم ومستشاريهم الروحيين، أي شخص يمكن أن يقدم لهم الأمل أو التوجيه. كانوا يبحثون عن أي بصيص من الأمل، أي كلمة قد تريح قلوبهم القلقة وتمنحهم بعض السلام. لكن حتى أكثرهم تديناً كانوا في حيرة من أمرهم. لم يكن لديهم إجابات، فقط المزيد من الأسئلة التي زادت من قلق الناس. تحذير المخلوق الذي تم تجاهله في يوم من الأيام على أنه هذيان الرجل المجنون يحمل الآن وضوحاً مرعباً. كان الجميع يتذكر كلماته الآن ويتساءلون كيف لم يروا الحقيقة من قبل. لقد أغضبوا شيئاً قديماً وقوياً، شيئاً يحمل حياتهم ذاتها بين يديه. كان هذا الكيان القديم يتربص في الظلال، ينتظر اللحظة المناسبة للظهور. استمعت أكبر المدينة سناً، وهي امرأة حكيمة شهدت مجيء وفاة فصول لا حصر لها، إلى مناشداتهم بقلب ثقيل. كانت تعرف أن الوقت قد حان لاتخاذ قرار حاسم. كانت تعلم أن تحذير المخلوق كان حقيقياً، وأن غضب الجبل كان قوة طبيعية لا يمكن استرضائها بالصلاة أو التضحيات. كان عليهم أن يجدوا طريقة أخرى للتعامل مع هذا الخطر. أدركت أن أملهم الوحيد يكمن في فهم رسالة المخلوق، في فك شفرات تحذيره الغامض. كان عليهم أن يعملوا معاً لفهم الرموز القديمة وإيجاد الحل قبل فوات الأوان. جمعت سكان المدينة معاً، وجوههم مرهقة من الخوف والإنهاك، والقلق يملأ عيونهم. روت كلمات المخلوق النبوءة المرعبة بدمارهم الوشيك. قالت، وصوتها يرتجف من العاطفة، إن الجبل ليس مجرد جبل عادي، إنه على قيد الحياة، قديم، قوي ومهيب. لقد اعتبرنا عطاءه أمراً مسلماً به وعدم احترام سلطته، وهو يسعى الآن إلى استعادة ما له بحق. حضرتنا الروح وتابعت حضرتنا من عواقب أفعالنا الجسيمة. لقد تجاهلنا تحذيرها وصرفناه على أنه جنون. لكن الجبل يتذكر عدم الاحترام والجشع وعدم الاهتمام بسلطته، والآن سيأخذ ثأره. كما لو كان ذلك إشارة، اهتزت الأرض من تحت أقدامهم بعنف، وكأنها تحذرهم من كارثة وشيكة. تردد هدير صم الأذنين عبر الوادي، وانفجر جانب الجبل في وابل من النار والصخور المنصهرة، مشهد رهيب لا يمكن نسيانه. راقب سكان المدينة برعب نهراً من الحمم البركانية، يتوهج باللون الأحمر مقابل سماء الشفق، يتساقط على جانب الجبل، محرقاً كل شيء في طريقه، لا يترك خلفه سوى الدمار. امتلأ الهواء برائحة الكبريت الخانقة، وبدأ مطر من الرماد في السقوط، مغطي المدينة بطبقة سميكة رمادية اللون، مما جعل التنفس صعباً على الجميع. أدرك سكان المدينة، وجوههم مضاءة بالتوهج الغريب للثوران، أن هذه هي النهاية، نهاية بلدة الصفصاف التي كانت يوماً ما مليئة بالحياة. لم يكن هناك مكان للركض ولا مكان للاختباء، كانوا محاصرين بلا أمل. لم يستطيعوا سوى المشاهدة برعب بينما أطلق الجبل غضبه عليهم، وكأن الطبيعة نفسها قد قررت الانتقام. لكن روح الجبل على الرغم من كونها انتقامية لم تكن بلا رحمة. لقد أنقذت حفنة من الناجين، أولئك الذين صاغوا إلى تحذيره، أولئك الذين فوازن الدقيق بين الإنسانية والطبيعة. شاهدوا من بعيد بينما تم اتهام مدينتهم ومنازلهم وحياتهم بغضب الجبل. تعهد الناجون الذين اتسموا إلى الأبد بالتجربة بتكريم قوة الجبل، أعادوا بناء حياتهم ليس عند سفح الجبل ولكن بعيداً في انسجام مع الطبيعة، احتراماً لقوتها وغضبها.
كان دمار بلدة الصفصاف بمثابة تذكير صارخ. الطبيعة قوة يجب احترامها لا استغلالها. ظل الجبل صامتاً بعد أن انتهى غضبه، دليلاً على عواقب نسيان تلك الحقيقة الأساسية.